استفدنا كثير من البرنامج. من أهم الاستفادات اللي أخذناها من البرنامج إنهم وصلونا مع العديد من الشركاء. استطعنا مع برنامج رواد التقنية بالخروج بنموذج أولي يقدم الوظائف الأساسية لبرنامج إيف من عملية لتحليل البيانات والتواصل مع الشركات الخاصة بأنظمة المعلومات الصحية وعقد شراكات مع شركات عالمية ومحلية. بدايتنا كانت رواد التقنية، وعلى الحمد مع ورش العمل المكثفة ومع المستشارين استطعنا من إنتاج نموذج العمل، بعدها انطلقنا فيه ما شاء الله إلى الآن ريادة الأعمال والاستثمار. فرواد التقنية شكرا لكم. برنامج رواد التقنية كان له سبب أساسي بنجاح مشروع باكتيل. من الأشياء اللي قدمها لنا والأشياء اللي فادتنا كثير هي زيادة عدد المبيعات، الربط مع الجهات الحكومية، وأيضا توقيع عقود معهم، وأيضا الاستفادة من المرشدين سواء بالمجال التقني أو مجال ريادة الأعمال. قدم لي البرنامج الربط مع الجهات الحكومية وساعدني كثيرا في التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم. ساهم برنامج رواد التقنية في توفير جميع الأدوات اللازمة والمرشدين المختصين لتسهيل إطلاق مشروعنا في سوق العمل. أول شيء أحب أشكر رواد التقنية بتقديم دعم لا محدود للمشاريع الناشئة، وخاصة قدموا لنا فرص بالتعاون مع شركات محلية وجهات حكومية وحتى شركات خارجية. من خلال مشاركتنا في رواد التقنية أتيح لنا التعرف على كبرى الشركات وعقد الشراكات معهم، تعرفنا على شركة كبرى تقدم لنا الأجهزة، شركة أخرى تقدم لنا الخدمات السحابية، لذلك شكرا رواد التقنية. ساعدنا برنامج رواد التقنية للوصول إلى السوق بشكل أسرع والوصول إلى شريحة عملاء أكبر والربط مع مستثمرين وخبراء في القطاع. من خلال برنامج رواد التقنية حققنا في سنة ما يمكن تحقيقه خلال 5 سنوات.